اماني بدك تجي معي نصلي؟ قبلت المعلمة انه تروحي؟ ايه اكيد قبلت، تعالي نتوضى. لا انا صليت الظهر. نعم صليتي؟ انت صليتي؟ صليت بالفرصة من شي ساعة تقريبا. بس انت صليتي قبل ما يأذن، من شوي سمعنا الأذان. وشو المشكلة؟ المهم اني صليت. لا يا اماني صلاتك منا صحيحة. نعم بس انا توضيت ولبست ثياب الصلاة وتوجهت نحو القبلة وصليت، وانا بعرف كيف صلي. حتى لو صلاتك منا صحيحة انت ما انطرت الأذان. يعني إذا تركت شرط واحد من شروط صحة الصلاة ما بتكون صلاتي صحيحة؟ نعم إذا تركتي بس شرط واحد من شروط صحة الصلاة ما بتكون صلاتك صحيحة. شكراً يا منى، يلا قومي نتوضى ونصلي الظهر.